مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجواء ربيعية شاهدناها خلال نهار اليوم على كافة ربوع الوطن. درجة الحرارة القصوى أيضا كانت معتدلة على المناطق الشمالية، على أقصى مناطق الجنوب وكذلك الجنوب الشرقي شاهدنا بعض السحب الكثيفة التي تسببت ببعض الأمطار المحلية. بالنسبة لصور القمر الاصطناعي أيضا نلاحظ صفاء الذي ميز كل المناطق الشمالية وحتى الجنوبية، عدا بعض السحب التي انتشرت خلال صبيحة اليوم نحو مناطق أقصى الجنوب وتصاعدت إلى غاية الجنوب الشرقي خلال الظهيرة. أما بالنسبة ليوم الغد، دائما بعد انقشاع الضباب خلال الصباح الباكر الأجواء ستبقى مشمسة تماما على كل المناطق الشمالية وحتى الجنوبية، عدا بالجنوب الشرقي مرتفعات الهوغار وتاسيلي أقصى الجنوب، هنا السماء ستكون مغشت مع احتمال لبعض الأمطار المحلية. تصبح السماء أيضا مغشت خلال الظهيرة نحو منطقة الصورة، الرياح تبقى قوية نسبيا على شمال الصحراء الجنوب الغربي وحتى بوسط الصحراء، مما ستعمل على تطاير بعض الرمال. عن الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 9 إلى 11 درجة بالسواحل، تنخفض ما بين 5 إلى 8 درجات على أغلب المناطق الداخلية لتقارب ال 12 على مقياس بتلمسان، 17 بغردايا وبسكرة، 23 درجة بإليزي، 19 فقط بمدينة بشار، 21 درجة بمدينة تندوف، 25 بأدرار، وال 31 على مقياس بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تعرف ارتفاع، تقارب 28 درجة على مقياس بغليزان عند فلاشلف، 26 درجة بمدينة وهران، 25 بتلمسان، 23 درجة بالعاصمة، 24 درجة بتيزي وزو، 20 درجة بعنبة، 19 فقط بباتنا، 29 درجة بمدينة بسكرة، 33 ببشر تمن راس وجهنات، 37 درجة بتندوف حتى ببني عباس، وال 41 كأعلى مقياس ببرج برج مختار وعين قزام. البحر خلال نهار اليوم يبقى هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الغربية والوسطى، رياح ضعيفة إلى معتدلة من شرقية إلى شمالية شرقية، بحر قليل الاضطراب خلال الصبيحة نحو السواحل الشرقية، يصبح مضطرب محليا خلال الظهيرة، الرياح تدور هنا إلى الشمالية غربية. جولة خاطفة إلى بعض العواصم الأوروبية، الأمطار ستخص بإذن الله كل من باريس حتى ببيرن فارسوفيا، وأجواء غائمة على كل من لندن دبلن كوبنهاجن برلين وحتى ببوخارست وكذلك مارسيليا وبوردو. عن درجات الحرارة تبقى منخفضة شمالا، 14 بكوبنهاجن بلندن أيضا، 13 فقط بدبلن، 15 ببرلين، تقارب 12 بمدينة باريس، 19 بروما، 23 مع أجواء مشمسة تماما بمدينة مدريد، وأعلى مقياس لشبونة 26 درجة. بالنسبة لوقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون بإذن الله في حدود الساعة 6 صباحا و59 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و32 دقيقة. ولأكثر تفاصيل تبقى دائما عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.